المرأة العراقية ما ينخاف عليها أخت رجال. منذ أحداث 2014 فقد الزوج، استشهد في أحداث 11 كان زوجي ضابط لوزارة الداخلية. بعدها تهجرنا إلى محافظة كركوك، ومن بعدها بدينا كعملنا. أنا أصلا قبل الأحداث كان أنا متطوع جمعية الهلال الأحمر العراقي. ما بعد الأحداث ورجعنا ولد النزوح، أيضا قررت بيني وبين نفسي أنه أتطور من نفسي وأطور من عائلتي في عملنا التطوعي، لأن ما شاهدنا وما شفنا من الأحداث اللي صارت بينا. أعزب نفسي بداخلي أن المرأة العراقية لم تظل متقيدة، لازم تشتغل ولازم تكون متعاونة وتكون سند لنفسها ولعائلتها. تدرون أني فقد زوجي وشغلة مو هينة مو سهلة، وعندي أولادي كافحت حتى أربيهم وأوصلهم إلى مراحل جامعية في أحلى المستويات، ولحد الآن أنا مستمرة بعملي. أتمنى أنه أوصل رسالتي لكل مرأة عراقية تكون سند نفسها، وأن الأمور الصعبة حتكون يوم من الأيام بإذن الله تعالى سوف تفرج. أتمنى أنه نطور نفسنا، نكون متكاتفين. ما بعد الأحداثيات أيضا حبيت أنوه لكم أنه طورت نفسي، سويت فريق سميته فريق القادسية. صارت أحداث كورونا، من بعدها طورت نفسي، سويت معمل كمامات وتوزيع سلات غذائية، مساعدات إنسانية وإغاثية. قررت أنه أسوي منظمة تخص المرأة والطفل، هي منظمة الصباح للعرام والأيتام. استطعت الحمد لله أن أجتاز كل هاي المراحل بالرغم من الظروف، من رغم العادات والتقاليد المجتمعية، بسبب كثير من الناس أنه قالوا شلون المرأة وتشتغل كذا، لكن ما همني الأمر. أنا الحمد لله قدرت أوقف على رجليا وأصل رسالتي بشيء طيب وحلو.